الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يشل لكم صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الخامس من برنامج الدوامه، حلقه جديده وضيف جديد. ضيفنا اليوم من صلب الحدث باش نتعرفوا عليه توتسويت مع ايه بالغايب. ضيفنا اليوم هو سياسي رئيس حزب التحالف من أجل تونس، مستشار سابق بوزارة الشباب والرياضة، ومترشح عند دائرة صفاقس الغربية في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. عرفتوه في برشا مواقف جريئة والعديد من التصريحات النارية. يقولوا أن البرلمان ما يرجعش، مش في هيئة البرلمان، مش في شكل البرلمان، مش في مؤسسة البرلمان. احنا دولة تحترم نفسها، لازم يكون فيها برلمان يمثل حقيقة الشعب التونسي ويحترم الشعب التونسي ويحترم انه يمثل في اطراف الشعب التونسي. مع قيس سعيد ما عنديش سوء نيه، حسن النيه، وكما قال هو مش في الوقت هذا مش يولي ديكتاتور. قيس سعيد جابوا الشعب، جابته حركة النهضة، هما اللي قالوا انتخبوا قيس سعيد. لكن الناس اللي كانت معاه ولا ضد، فما حسابين، فما ناس مرضى بالتموقع ومرضى بالمناصب. في حلقة اليوم يجي بحثنا باش نحكيو معاه على ترشح الانتخابات التشريعية على دائرة صفاقس الغربية، تموقع حزب التحالف من أجل تونس، هل مازال مساند للرئيس أم لا، وغيره من المواضيع السياسية مع السياسي سرحان الناصري، ضيفنا وضيفكم في الدوامة. شكرا ايه بالغايب، ضيفنا وضيفكم في الدوامة اليوم رئيس حزب التحالف من اجل تونس سي سرحان الناصري. سي سرحان مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك وكافة المستمعين والمشاهدين. سعيد جدا يجمعنا مرة اخرى بلاتو باش نحكيو. المرة هذه جينا بعد ما تعديت للدور الثاني في ذي الانتخابات التشريعية، عديد الاستفسارات، برشا اسئلة عندي على الانتخابات هذه ومشاركتك النتائج وغيره. لكن قبل برنامج الدوامة يبدا بالالتزام هذا سي سرحان، انت تعرفوا تقرا ثم نبدا الحوار. تعطيني ستيلو؟ اي اقرا لي الساعه. التزام اني الممضي اسفله سيد سرحان الناصري، اتعهد بان اكون صريحا وجريئا واجيب على كل الاسئله والتزم بقواعد البرنامج وان اكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفه الحقيقه كامله واتحمل المسؤوليه فيما اقول. الضيف الامضاء تقبل صحه؟ اكيد تفضل. شكرا، بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. شكرا. زون فيرت. هذا التزام في برنامج، لو تتعدى الدور الثاني باش يولي فما قسم في البرلمان وقسم قدام الشعب التونسي. حاضر؟ بالطبع اكيد حاضر. احنا اقسمنا حتى قبل ما ندخلوا البرلمان على ان نخدموا البلاد ونكونوا في مستوى الثقة ونكونوا قد المسؤولية ونحترموا كلامنا. اليوم ما دخلتش للبرلمان لكن تحصلت على أكثر من 400 تسكية وتحصلت على أكثر من 1200 صوت، وهذوما مسؤولية على كتافي. الصفاقس الغربية وانت اللي ترشحت عليها، اليوم تعديت للدور الثاني، ترشح الأفراد كمستقل ترشحت؟ أنا نمثل الحزب سياسي، أنا رئيس الحزب وترشحت كفرد على دائرة صفاقس الغربية. صفاقس الغربية فيها 86 ألف ناخب. اولا ترشحنا فيها 8 من نفس الدائره. نحب نقدم الشكر لكل المترشحين اللي جاوا معايا في الدور الاول على خاطر كانت حمله انتخابيه سادها الاحترام المتبادل بين كل المترشحين. كانوا في مستوى الجديه المترشحين اللي تقدموا، حبيت نشكرهم خاصه اللي ما حالفهمش الحظ انهم يكونوا في الدور الثاني على خاطر خذوا مسؤوليه وكانت عندهم من الشجاعة والجرأة ما يكفي أنهم يقدموا رواحهم للانتخابات وللترشح ولتحمل المسؤولية في ظل عزوف كبير، في ظل هروب من المسؤولية، إلا أنه المترشحين قدموا رواحهم وقاموا بحملة انتخابية وجابوا أصوات محترمة نعتبرهم اليوم يمثلوا جزء كبير من دائرة صفاقس الغربية. نعتبرهم اليوم يزمهم يكونوا في المسؤولية اللي اعطتها لهم العباد والثقه اللي خذاوها وحب الناس اللي برهنوا لهم عليه في الانتخابات، ويواصلوا
اللي بداوا سواء في العمل الجمعياتي او العمل الحزبي او العمل السياسي، ونقدم لهم مره اخرى تحيه. واضح. وان شاء الله حظ اوفر لمحطات اخرى. بعد الحمله الانتخابيه وانك تدور وتقرب من الناس وخاصه في صفاقس الغربيه، شنو لاحظت؟ شنو اهم النقاط اللي خرجت بهم؟ صفاقس تعاني، صفاقس فيها مشاكل، ولا صفاقس المدينه مدينه صناعيه قويه وقاعده تخدم على روحها؟ شنو اهم النقاط اللي خرج بهم صراحه الناس؟ والله احنا انا في الحمله الانتخابيه ما قعدتش كان في صفاقس، انا درت في العديد من الولايات. عندنا حمله موسعه، ديت حملة مواسعة، وبعد ركزت حملتي في صفاقس الغربية، شفنا معاناة، شفنا عباد اليوم يحكيوا على عزوف أولا جراء الدمار اللي صار في البلاد، وعامل الثقة اللي تضرب بين عامة الشعب والسياسي، عزوف على المشاركة في الانتخابات، عزوف على التصويت، على التصويت، على المشاركة والتصويت في الانتخابات. شفنا ناس فادة، ناس طرشقة، ناس جيعانة، ناس تعيش في وضع بيئي كارثي. ما تمشيت في بلايس في صفاقس اللي كي تخرج من باب الدار تلقى قدامك حشايك مصاب متاع زبلة، تلوث كبير، معاناة يومية. تمشي للعباد تقول له يجا انتخب، يقول لك انا ما قيتش باك وحليب وما قيت مناكل صغار، تقول له يجا انتخب على شنو مش تنتخب؟ هذه اولا مشكلة. مشكلة اخرى انه على 10 سنين محمد ثلاثة برلمانات ما خلاو ما عملوا في البلاد وفتقوا الدنيا. اليوم حتى واحد من التوانسة في أغلبهم، وشفنا تقريبا 90% ما مشاوش، نسبة مشاركة ضعيفة ياسر، ضعيفة ياسر، على خاطر العباد ما عادش عندها ثقة في الناس اللي مش تقدم للبرلمان. كيفاش نعطي ثقة أنا في الناس المترشحين للبرلمان الجديد؟ شوف البرلمانات السابقة أعطت صورة خايبة ياسر للبلاد. اليوم اللي تجي تكلم يقول لك انا انتخبت، انا صبعي ينقصه وما ننتخبش، لكن شكون اللي قاعد يعاني من الشيء هذايا؟ الجيل السياسي جديد، سرحان الناصري وغيره اللي ما شاركناش في الحكم في 10 سنين، اللي ما عملناش الشيء هذايا. اليوم احنا قاعدين نخلصوا في الفاتوره غاليه متاع برشا ناس انتهازيين منافقين متحايلين سياسيين. اليوم خلونا احنا نخلصوا الفاتوره، لكن احنا شادين صحيح. مش كان سرحان الناصري راهو مترشح، فما برشا ناس وطنيين، الجيل الجديد، الجيل الجديد اللي ما خلاش يده في المعمعة اللي صارت قبر، اللي ما سرقش، اللي ما فكش، اللي ما عملش يعني مصلحة ذاتية ومعناها انجازات سواء كانت ذاتية أو لبعض الأطراف اللي كانت أصحاب فضل عليهم. الملفت الانتباه أنه الأسامي اللي طلعت على الأقل في الدور الأول هذايا، ملفت الانتباه أنها لا تنتمي لما قبل مرحلة 25. شكون قال؟ ولا ما بعد 25. شكون قال؟ ناخذ فاصل وقل لي كان عندك عكس هذايا، تفضل قل لي. عندي العكس. ناخذ فاصل صغير وراجعين نكملوا حديثنا مع ضيفنا لليوم رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري. خليكم معنا، راجعين. الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على الراديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفي لليوم رئيس حزب التحالف من أجل تونس السيد سرحان الناصري. سرحان الناصري موجود في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، انتخابات 17 ديسمبر 2022. نسبة عزوف كبيرة قلت لاحظتها في الناس نظرا للوضع اللي نعيشه اليوم الاقتصادي ونتائج العشر سنوات الأخيرة تقريبا من الحياة السياسية، لكن أيضا اليوم تبقى سياسية والأحزاب تقول لك دعونا للمقاطعة واستجاب الشعب. مثلا البارح كان ضيفي سيد عبد اللطيف المكي قال نتيجة هذه نتيجة للمقاطعة، وأيضا هذي اللي يقولوا جبهة الخلاص. سيد عبد اللطيف المكي مازال يتكلم معناها في الأمور هذه، ما حبوش يحشموا على رواحهم هو واللي معاه، حقه أنه يعمل السياسة. ما حشم شوية سيد عبد اللطيف المكي أنت وغيرك، هي جبهة الخلاص تيزي يا راجل بربي. أولا نبدأ بجبهة الخلاص. جبهة الخلاص كيقولوا احنا قاطعنا، صحيح قاطعوا، مش هما معناها قاطعوا ولا دعوا للمقاطعه، خاطر هما باعوا روح. خاطر جبهة الخلاص العباد اليوم كي تشوفهم في التلفاز ولا في الاعلام يبدلوا عليهم، راهو نسبه العزوف صارت قناعه من الشعب التونسي انه يعاقب طبقه سياسيه هذا مفروغ منه. لكن انه يخرجوا جماعه جبهة الخلاص الجوقه نتاعهم هالعصابه يخرجوا يتكلموا يقولوا احنا اللي ما خليناش الناس تصوت، كان جا عندهم القدره انهم يخليوا الناس ما تصوتش ولا الناس تقتنع بكلامهم راهم ترشحوا جابوا اغلبيه. هم ترشحوا شو مقاطعه؟ خاطر ما عندهمش ما يقدموا ناس فلسه سياسيه، ناس خسروا، ناس
انتهازيين والناس عرفتهم على حقيقتهم وما عاد عندهم ما يوزنوا. نزيدك يقول لك البرلمان اللي جاي غير شرعي غير معترف. احنا شعب تونسي هو غير معترف بهم، والبرلمان الجاي سياخذ الشرعيه وسيكون موجود. نقول لك شبهه الخلاص ما نحكيش عليها برشا يزي ما تكلمت فيها قبل بيه. وخلي الناس معناتها تسمع، خاطر انك تحكي على جبهه الخلاص ديجا الناس دارها لخواطرها، دارها لخواطر ولا جبهه الخلاص فيها قياديين كبار وسامي كبار ومناضلين معناه في فتره من الفترات كبار على روحه مش على الشعب التونسي ومش علينا. لا متفاهمين مش على الشعب التونسي أي. مثلا حركة النهضه يقول لك في ربع ساعه نلقاو البديل قيس سعيد، خلي يستقيل قيس سعيد. ما هو داخل مش يبدل كرافات ولا صباط، هو مش يبدل رئيس في ربع ساعه. ربع ساعه قط إيه شفتوا سمعتوا الحوار نتاعو ربع ساعه ممكن مش تبدل كرافات، مش تبدل رئيس دوله منتخب. احنا دوله تحترم نفسها وكيف نحبوا نبدلوا حاجه نبدلوها بالقانون وبصوت الشعب بالصندوق. بالصندوق سي عبد اللطيف المكي اللي يحكي على انه ينجم يبدل رئيس جمهوريه في ربع ساعه، هما كي قدموا عبد الفتاح مورو في 2019 هما اللي خذلوه الغدره في دمهم هذوكم، ما يجيش لهم يتكلم كيما عملوا توا. النهضه قالت انا مش نقاطع الانتخابات. صحيح قاطعت الانتخابات، النهضه قاطعت الانتخابات لكن رشحت باراشوكات جديده. عملية التحيل السياسي اللي تعملها حركة النهضة متعودين بها احنا وعارفينها، قالوا احنا قاطعنا الانتخابات لكن رشحوا باراشوكات جديدة. يعني والباراشوكات الجديدة كيف ترشحوا النهضة ما خدمتهمش، خدمتهم الجمعيات الخيرية متاعهم، الجمعيات الخيرية اللي عملت تمويل متاع حملات واللي قاعدة تخدم من وراء الستار باش طلعت باراشوكات جديدة موجودة اليوم. حركة النهضة موجودة بكثافة في الانتخابات التشريعية هذه، بالطبيعة في الانتخابات هذه اللي صارت نهار 17 ديسمبر. فما شكون تعتبروا ينتمي لحركة النهضة من بعيد على الأقل؟ مش من بعيد، حركة النهضة من حركة النهضة من حركة النهضة. ونعرف روحي شو نقول في أغلب الدوائر الانتخابية يخرجوا قياداتهم يقولوا احنا ما ترشحناش، وذكرتها عندي شهور نقول النهضة وقت اللي تقول رانا مانيش مش نتقدموا للانتخابات ومش نقاطعوا راهي عملية تحيل سياسي عارفينها ومش يرشحوا صف ثالث ورابع. اليوم شكون اللي قال نقاطع الانتخابات؟ نقول لك شكون اللي قال نقاطع الانتخابات وقاطع حقيقة الانتخابات؟ عبير موسي. عبير موسي قاطع الحزب الدستوري الحر قاطع ولم يقدم مرشحين. ونحترم بعض اسمي منتمين للعائلة الدستورية للعائلة الدستورية لكن العائلة الدستورية مفرقة مفرقة لكن الحزب الدستوري الحر لم يقدم، على عكس حركة النهضة اللي معروفة أنه متحيلة سياسيا قدمت اليوم. عندي ما يثبت، أعطيني ما يثبت صراحة الناس سهر ورمي التهم هكا والكلام هكا. نحكي على روحي، احكي على روحك. في صفاقس فما أربعة ولا خمسة تعدوا للدور الثاني منتمين لحركة النهضة. انا في دائره انتخابيه صفاقس الغربيه. معك صابر المصمودي ذهل. معايا سي صابر المصمودي أي. انسان محترم اي تبع لكنه تابع حركه النهضه وعندي ما يثبت تابع حركه النهضه. صابر نعم. المصمودي اي نعم بالدليل. بالدليل اي تفضل وريني الدليل. تفضل نبعث لك التصويره اي سي عند المعدة. واضح عند المعدة. هذا بروفيل سي صابر المصمودي في 2011 28 اكتوبر 2011. واضح شنو مبارتاجي كلام اكثر مره للاخت الصفحه اللي سوق لها سيد صابر المصمودي شنو اللي عادي فيها. حركه النهضه التونسيه. حركه النهضه التونسيه واللي الاربع متاع العشيه وهذا معروف الموت باس معروف الاربع متاع العشيه العباد مشات تتفرج في ماتش المغرب في الفينال في التروازيام الماتش دوك لاسمو والناس خرجت من الجوامع نفس اللعبه استعملوا الجمعيات الخيريه وموجودين ومعروفين واللي فيهم قيادات حركة النهضة وحتى من ائتلاف الكرامة موجودين في الجمعيات هذه وهما اللي خدموا الحملة الترويجية والحملة الانتخابية وكلموا العباد بعدهم باش في بعد صلاة العصر يمشيوا وينتخبوا مرشحيهم في صفاقس ولاية صفاقس سواء في المدينة ولا في الغربية ولا في بعض ولا في ساقيت الزيت برشا خدموا لهم وخرجوهم. وبالمناسبة هذه نهديوا لهم أغنية بين العصر والمغرب على خاطرهم ديما بين العصر والمغرب يخرجوا احنا نقولوا الخيالة اما ما عندهمش خيالة عندهم منافقين. تعتبر ال 200 الف اللي تزادوا الرقم اللي تزاد في اللحظات الاخيره حسب ليزي هما الانصار حركه هما انصار حركه النهضه اللي خرجوا المترشحين نتاعهم عداهم للدور الثاني. وهذا كلام نتحمل مسؤوليته. ومره اخرى ومره اخرى تو نجيبوا شنيه الجمعيات المموله من الخارج اللي قامت بالدور هذا. زاد فما تمويل اجنبي يعني هوني ولا يا اخي الجمعيات اللي عند الاخوانجيه شنية ما هي تمويلها اجنبي. اليوم فما جمعيات في فيها بحث وفما تحقيق محطوط فيما يعرف بقضيه تنستالينجو غير تنستالينجو ولا قضيه التسفير اللي تشد فيها القيادي رئيس الحكومه للاسبق سيد علي العريض. سيد العريض اليوم في الحبس
مكانه الطبيعي شبيك تغزر لي تشفي هذا ولا شنو؟ ماهوش تشفي، اللهم لا شماتة، لكن كل حد ياخذ حقه. علاش اللي يسرق، علاش اللي يسرق دبوزة ماء ولا يسرق خبزة باش ياكل صغار وما ملقر انه حرام وما يصيرش مكانه الطبيعي ما يتحسب اليوم مكانه الطبيعي؟ قوية الكلمة. علي العرايض في السجن مكانه الطبيعي. وقتاش صار التسفير؟ في عهده. وقتاش هربوا ابو عياض؟ في عهده. تزينا خلينا نحكيو. شوف انت كي جبتني للدوامه صحات لك على الصراحه، على الصراحه احنا يلزمنا نسميو الاشياء بمسمياتها ونوصلوا المعلومه للناس. انا كيف تكلمت في 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 مترشح قلت راهو تبع حركه النهضه ماهيش تهمه، راهو انا لم اثلبه ولم اشتمه ولم اسبه، لا سبيت ولا تعديت عليه، لكن في شيء الكولا انا كنت عندي شجاعه كيف ترشحت قلت انا مترشح ويعرفوني رئيس حزب التحالف من اجل تونس ولي الفخر اني رئيس حزب سياسي في تونس. لكن هما كان جاوا يعرفوا اللي العرض نتاعهم نظيف راهم يقولوا احنا مترشحين حركه النهضه، اما هما يعرفوا عرضهم مش نظيف. تقول لك مقاطع حركه النهضه اليوم انا قلت لك نجم بعديها بتبين يقول راه ما عنده حتى علاقه، مش اي واحد يبارتاج حركه النهضه فهو ينتمي لا لا يبارتاج حركه النهضه والخوانجيه اللي عندنا في صفاقس وخاصه في صفاقس الغربيه والدوائر اللي في جاب فيها هو عدد كبير برا. شوف صواب على الخوانجيه تلقاهم كلهم حنين نعرفوهم احنا، الدنيا صغيره وميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه تتبع. معروف الخوانجي ملي مش خوانجي. يعني ما نفهم من كلامك حركه النهضه تطمح وهي انها تكون موجوده في البرلمان الجديد واقرار انها يا اخي بالسهل اني حركه النهضه تسلم لك قلناها راهو يا محمد عندنا شهور واحنا نعاودوا راهي النهضه مش تجبد قيادات على خاطرهم تحرقوا سيئ تكشفوا ومش تخرج لك الصف الثالث والرابع وهذا اللي صار. هذا تعتبره اللي يا اخي في صفاقس المدينه هاو في صفاقس المدينه فما مترشح تعدل الدور الثاني نهضاوي زاد ايه وين جي بارتو بارتو وبدليل موجودين موجودين كلهم بالدليل الجمعيات نتاعهم موجودين واستغلوا الجوامع في فتره معينه وفما حتى اللي يعطي في محاضرات في الجوامع وترشحوا اي نعم وتعدل الدور الثاني وتعدل الدور الثاني اي نعم باه واضح. نقعد معاك في نقطه السيد علي العريض يعني البارح كان بحذاه ربي خلص وحلو ربي خلص وحلو ما تقوليش بستهزئ والله ما بستهزئ ربي خلص وحلو مثلا البارح عبد اللطيف المكي يقول لي حسب المعلومات اللي عنده من المحامين الدوسي نتاعو فارغ. يقول لك مثلا برشا ناس قاعده تحكي اليوم على سيناريو كما صار مثلا مع نور الدين البحيري في يوم من الايام ولا واش الغنوش يبحث بعد يخرج ما فما حد شيء يثبت الادانه واحد في اقامه جبريه وواحد في السجن مكانه الطبيعي علي العريض اي نعم. والعاقبه للي دمروا البلاد والعاقبه اللي اجرموا في حق البلاد والعاقبه لكل من ساهم في اللي وصلنا فيه اليوم انه يلقى جزائه ضمن قضاء عادل. اليوم سي علي العريض رهن الايقاف نتمناو له قضاء عادل باش يحكم عليه بالعدل. واللي يقول مثلا تغطيه سياسيه هذه على النتائج الانتخابات اللي برشا ناس اعتبروها اضعف نتيجه في التاريخ تغطيه هذا تغطيه على شكون؟ على السيد رئيس الجمهوريه تحكي قداش مش يغطي؟ مش يغطي علي العريض اذا كان مش يغطي بعض الاخفاقات اللي صايره والمشاكل اللي صايره في البلاد والوضع الاجتماعي اللي صاير في البلاد والعزوف نتاع الانتخابات والمشاكل اللي عايشين فيها ما يغطيش علي العريض. تحب له يفرش على يفرش شهور ويفرش باش يغطي على الاخفاقات نتاعو سيد رئيس الجمهورية. باه في كل صراع سيد سرحان الناصري فما الانتهازي وفما اللي يحب يخدم تونس. اي نعم. اليوم في الانتخابات هذه الجديده اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي نسبتها ضعيفه نعاود نفكر فما شكون تعتبرهم انتهازيين فقد طموحهم الكرسي؟ بطبيعه فما الاخوانجي اللي ما هم الظاهرين بصراحه. الاخوانجي شوف الاخوانجي ما باه يا سيدي مش نهضاوي اخوانجي خاطر النهضاوي صفة حزبية. الخوانجي صفة؟ ايديولوجية. ايديولوجية. مغلغلة. الخوانجي خوانجي. خوانجي يعني منسوب على حركة الإخوان حسب ما أنا فهمت منك. ما عنديش حركة. اللي أنت قلت لي وطنيين. ما عنديش حركة إخوانية في تونس. وحركة النهضة شني؟ حركة النهضة. قانونياً قانونياً هي ماخذة تأشيرة لحزب سياسي، لكن هي منظمة إخوانية. إخوانية. ولائها ليس لتونس. ولائها لمنظمة الإخوان المسلمين الدولية لا تعترف بمدنية الدولة، لا تعترف بالأوطان، لا تعترف بالوطنية، تعترف إلا بالعلم نتاعهم هذاك الأكحل والأبيض وبتدمير الدول والمدنية الدولة ومؤسساتها وشعوبها. هذه هي دور
الحركات الإخوانية ومن حركة النهضة. تقول لك أنا بعيدة اليوم، عندي تقريبا فوق الثلاثة سنين ولا أربع سنين بعيدة. تيز يا راجل، مانيش في الحكم. تيز يا راجل، تيز يا راجل. أنت خدمت مثلا مع رئيس حكومة، خدمت في فترة رئيس الحكومة حبيب السيد اللي هو منسوب لحركة النهضة. أنا خدمت مع الأستاذ ماهر بن ضياء وزير الشباب في حكومة الحبيب السيد، وتحية للسيد ماهر بن ضياء في حكومة الحبيب السيد، وكنت مستشار في العشرية السوداء. أي مثال اللي تسميه أنت سوداء؟ سوداء 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 على روسهم مش علينا احنا. كنت فيها سي صراحة الناس. اي كنت فيها مستشار وقمت بواجبي، واليوم الحمد لله اذا نلت ثقة من عباد في صفاقس بالذات اني ترشحت للدور الثاني، على خاطر وقت اللي كنت مستشار في وزارة الشباب والرياضة كل من قصدنا في خدمة للمصلحة الوطنية عملناها. نعطيك مثال في صفاقس، من وقت بن علي فما مشروع المدينة الرياضية تكلمش عليه حد، حتى 2015 وقت اللي دخلت لوزارة الشباب والرياضة لم يتحرك ساكن وعندهم ديما اشكال عقاري. نهار اللي دخل سرحان الناصري مستشار في وزارة الشباب والرياضة، في ظرف اشهر قمنا بتخصيص قطعة ارض بعنوان المدينة الرياضية في صفاقس في حقونا، وكنت مشرف عليها. ونشكر السيد وزير الشباب والرياضة وقتها وسيد وزير املاك الدولة اني مكنونة من هذايا. وبعد ما خرجت انا من الوزارة وقف كل شيء، التو مسار وان شاء الله مش يصير، على خاطر فما مشروع متكامل لولاية صفاقس، خاطر انا مترشح على الغربيه. لكن اش نعمل في الغربيه؟ معناتها ما نخدمش البلاد، ما نخدمش صفاقس، لازم نخدم صفاقس كامله. انا المسؤوليه مش ناخذها في في صفاقس الغربيه، تشمل صفاقس كامله كولايه بمعتمدياتها الكل. اليوم المدينه الرياضيه اللي مش تكون في 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 حقونه تبع منطقه اخرى، تبع سقيط الدائر، اليوم ما نخدموهاش، لازمنا نخدموها. وموجودين المشاريع باش نخدموا. اليوم الاشكال شنو هو؟ شعارات حزبيه بصراحه، شعارات حزبيه، خلي الحزب على جهه. شعارات حملات المشاريع موجوده مش كان على صفاقس، في الاقتصاد، مشاريع استثمارية، مشاريع بنية تحتية، عندنا حلول تخرجنا من الأزمة اللي عندك حلول كبيرة يا أخي. البلاد سايبة هي، أنت مشكلك في تونس شنو اليوم؟ مشكلك قانوني يلزم القوانين. احنا اليوم علاش ترشحت للبرلمان ما ترشحش حاجة أخرى؟ للبرلمان خاطر هي المؤسسة التشريعية، هي مش تعمل مشاريع. اليوم مشكل النفايات الكبير في صفاقس مثلا يتحل بمشروع قانون، مشكل المدينة الرياضية وإنجاز المشاريع الكبرى يتحل بمشروع قانون، مشكل توفير المواد الأساسية للناس يتحل بمشروع قانون. لذلك خليني في النفايات مثلا، في النفايات عندك الحل نتاعو؟ عندنا حلول بالطبيعة، فما حلول جذرية. حلول منها انك تنحي مشكل النفايات من البلاد وتنظف البلاد فيها. خلينا نكمل لك محمد، اعطيني الحل البديل. انا مش نعطيك، تعتمد على المطلب الشعبي راهو ناحي النفايات من البلاد. احنا مش قعدنا نعمل، اعطيني الحل هاو نعطيك المشكل والحل. المشكل انه قعدوا ديما يلوجوا على مصب للنفايات باش يجيو في منطقه سكنيه ولا حتى بعيده على السكان، يحفر يردم الزبله حاشاك ويتعدى، وهذيك هي لا، فما تثمين النفايات، فما مشاريع اشرفت عليها في غانا وفي بوركينا فاسو وفي كوت ديفوار، شركات من المغرب جات خدمت. كيف جات شركه مغربيه باش تخدم على الشيء هذايا؟ الوزير وقتها طلب كوميسيون، خرجوا في تونس، في تونس، اي في تونس خرجوا. اليوم انت عندك وزير شكون سمح؟ وزير بيئه، وزير البيئه. فما انت اليوم عندك مشكل بيئي، الاشكال البيئي يتحل بقوانين تمكن القطاع الخاص انه يعمل في مجال جمع النفايات وتثمينها ورسكلتها وانتاج الاسمده وانتاج العلف وانتاج الطاقه. هذو ما يمسوا لوبيات معينه تسترزق من الزبل. اليوم الزبله في صفاقس وفي المناطق الكل تتباع بالترانت، فمع عباد اليوم ماهيش ظاهره في المشهد، يشوفوا كان في البربيشة هيك اللي يخدم النهار بنهاره، لكن هيك البربيشة اللي نهار بنهاره وراهم فما لوبيات كبيرة قاعدة تخدم على النفايات وتدخل في مليارات منها. هذوما مصالحهم اتمست. لكن نجم تقف ضدهم صراحة الناس اللي انت هذم؟ ناقف ضد الكبير فيهم واللي عنده شيك عند سرحان عطيه شيك يمشي يصبه. نقف ضد الكبير فيهم لمصلحة البلاد والاقتصاد الريعي لازم يقف، لكن باش توقفه ماكش باش تهبط بعصا، انت باش تهبط بقانون. اليوم القوانين اللي موجوده في البلاد تخدم مصلحه الناس هذم، خاطر كي طلعوا نواب قبل في العشر سنين اللي فاتوا خدموا بفلوس الناس هذي باش كي يوصلوا للبرلمان وللحكومات يخدموا لهم برنامجهم. احنا اليوم نحبوا ندخلوا للبرلمان باش نخليوا مشاريع قوانين تخدم البلاد ما تخدم حتى طرف، وقتها توا النفايات تتحل مشكلتها، الاستثمارات تتحل مشكلتها، تولي النفايات هذيك تشغل في ناس في القطاع الخاص ودخل في ثروه وتخدم. خلاف هذايا المشاكل نتاع النقل، مشاكل الصحه العموميه، مشاكل التعليم،
سي سرحان، انا مشاريعك وهم النقاط اللي في برنامجك مخليهم الفقر من بعد باش نحكيوا عليهم بالنقطه بالنقطه تقريبا، على خاطر مهم اليوم واحد في منطقه كيما صفاقس واحده من اهم المدن عندنا في تونس فيها نسبه مشاكل كبيره، العاصمه الاقتصاديه نتاع البلاد اللي اليوم فيها كل شيء الا الاقتصاد اللي يلزم يرجع لها حقها، اللي فيها المشاكل الكبيره الكل. باه خلينا نقعد معك عابر موسي، تقول طالب انتخابات رئاسيه سيبقى الاوانها واعلان الشغور في منصب رئيس الجمهوريه. انتخابات رئاسيه سيبقى الاوانها كنت طلبتها من قبل من قبل حتى 25 جويلية، واليوم احنا نطالبوا بانتخابات رئاسيه سيبقى الاوانها، لكن مش وقته، وقته اليوم الانتخابات التشريعيه. اليوم عملنا انتخابات رئاسيه وطنحها رئيس الجمهوريه، وجانا سي عبد اللطيف المكي عنده قجر ما شاء الله عليه معبي بالرؤساء، يجبد القجر نتاعو في ربع ساعه يختار لك تحبوا شعره اصفر عيني زرق هكاك ما يسالش. لا رئيس البرلمان قال، لا لا يحكي لرئيس الجمهوريه، مش رئيس، قال رئيس البرلمان يتعدى حسب كبير القرار. عليك سي عبد اللطيف المكي، هذه تعين رئيس الجمهوريه في ربع ساعه وقجر، اللهم الدريسينغ اللي عنده كبير نتاع المسؤولين. البرلمان القديم راهو البرلمان، البرلمان القديم قرينا عليه الفاتحه يا هذا اللي قالوه قبل تي، البرلمان القديم قرينا عليه الفاتحه وهو في عداد الموتى. السيد راشد الغنوشي احتراما من السن الكبير مانيش باش نتكلم عليه، فقط راجل كبير، راجل كبير وينجموا عائلته معناها ينجموا يتحركوا يشوفوا الحاله الصحيه نتاعو، يشوفوا معناتها المستوى الذهني وين وصل، يشوفوا الناس اللي قاعده دايره بيه اللي مازالت تغني له في راسه في سي عبد اللطيف المكي وغيرهم. ما عادش تبع سي عبد اللطيف المكي يزي يا راجل، قلت لك منس امان محمد، احنا تكلمنا قبل وقلنا هذوك المجموعه نتاع 118 وال 130 اللي استقالوا من حركه النهضه راهم خوانجيه، جوست يبدل الكسوه برا، ما الخوانجي خوانجي باهي ماكش معاه، معناها حال الاستقاله وحال الشغور في منصب رئيس الاستقالة الجمهوريه، الاستقاله ومنصب الشغور لا لا، لكن رئيس الجمهوريه يوم يكون عندك برلمان منتخب ويمسك بزمام الامور نتاع السلطه التشريعيه في البلاد والوظيفه التشريعيه، نطلب من رئيس الجمهوريه انه يقدم نفسه لانتخابات رئاسيه سابقه لاوانها ويخلي الشعب يقول كلمته. لو يرفض رئيس الجمهوريه تتعداو الحاله مثلا سحب الثقه من رئيس الجمهوريه؟ لا انا ما نسحبش الثقه من رئيس الجمهوريه، نستناو 2024 في انتخابات رئاسيه ونحترم القانون، واذا كانوا حصل على نسبه اغلبيه من الشعب التونسي يواصل مشواره. لكن احنا قلناها ان المرحله القادمه تحتاج رئيس جمهوريه بفكر اقتصادي متحرر، بفكر دبلوماسي كبير. تتوفر الصفات هذه في قيس سعيد؟ لا تتوفر في هذه، لا تتوفر في، لا تتوفر صفه رئيس الجمهوريه قانونيا، هو رئيس الجمهوريه استاذ في القانون الدستوري وهذا يحسب له، ما قام به يحسب له، رئيس الجمهوريه من ناحيه الثقه والثقاء والنظافه ونظافه اليد ما فما حتى واحد ينجم يشكك فيه، وكل من يشكك في نظافه رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد هو انسان جحود، لكن في المستوى الاقتصادي جحود خاطر نظيف الراجل نظيف، لكن في المستوى الاقتصادي احنا قلناها قبل انه نجم يكون ماهوش ملم بالوضع الاقتصادي وما عندوش حلول اقتصاديه. مشكل السيد رئيس الجمهوريه انه لم يكون فريق عمل سواء في الحكومه او المستشارين اللي يوجلوا الحلول واللي عنده رؤية. اليوم ما يغيب عن تونس في القيادة متاعها هي الرؤية، هي الرؤية. معناه نفهم من كلامك انك تقول رئيس الجمهورية المهم متاعك عملتها في الفترة الانتخابية هذه، ما تعودش تترشح الفترة الثانية اذا كان يحب يخرج من الباب الكبير، اذا يحب يخرج من الباب الكبير، اذا يحب يخرج من الباب الكبير ما يترشحش مرة اخرى، ما يترشحش مرة اخرى. واضح، شكرا. وتونس فيها رجال وفيها نساء وفيها تونس ولادة وفيها من الوطنيين اللي مستعدين انهم يقدموا الاضافة لتونس. ما نعرفش يجوز نسألك ولا ما يجي البالي سابق لأوانه، سابق لأوانه الانتخابات الرئاسية مازال ما تعرفش تخمم فيها ولا. احنا نمشي واحدة 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 واحدة، واضح طموح مشروع لكن هذا كلام سابق لأوانه. خلينا نتعدى بيك تو تسويت الفقرة الشخصية ثم جايين للفقرة اللي تم برنامجك الانتخابي، اعطينا تو تسويت الفقرة الشخصية. لا في ان روز، لا في ان روز. سي سرحان ما شاء الله عليك رجل اعمال قاعد تبني في مسيرتك في رجال واداره الاعمال، يعني قاعد تخدم على روحك، شو اللي يخليك تطمح للحياه السياسيه ولا انك تكون موجود في الحياه السياسيه؟ بلا سامحني مساجات جاوك اي المترشح في صفاقس المدينه اي هذه الفيديو نتاعو في الانتخابات السابقه على صفاقس 2 بقائم تونس الكرامة التابعة لائتلاف الكرامة. هذا انا بعث لك مره اذا مترشح اخر زاده هذا فريق، قلنا فريق قاعد يتفاعل معنا اي ما هو قلنا احنا سي عبد اللطيف المكي عنده قجرات
يجبدهم، يطلع لك رئيس برلمان، يطلع لك رئيس جمهورية، يطلع لك رئيس بلدية، يطلع لك رئيس دائرة، عمدة، يطلع لك، خاطرهم ما يسيبوا في حد شيء، معناتها ما شاء الله عليهم ياكلوا الاخضر واليابس. احنا عندنا قجرات، عندنا قجرات نخرجوا منهم الخوانجية، الخوانجية المتلونين. ايوا هذا فريقك بعث لك تو المعطيات. نعم. سؤالي كان رجل الاعمال كيفك ناجح في اداره الاعمال وغيره، مشاريعك ماشي وتكبر والحساب البنكي تبارك الله ماشي ويزيد في الاسفار، شو اللي خليك تطمح تدخل الحياه السياسيه غير على خاطرني الحمايه؟ لا ما حسيتش بالحمايه. اللي يحمينا ربي، وهذه حاجه وانا نؤمن بقضاء الله. وبالنسبه لي انا، خاطر برشا دوروها قالك سرحان ما يمشي بربي وسرحان ملحد وسرحان، هذا الكلام اللي قاعد يدور معناتها في الحمله الانتخابيه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اجابه لكل من يشكك فيك هذا. اي كل لكل من يشكك معناها مازال كان هذا. شوف، انا مجالي دعم الاستثمارات. والفتره الاخيره الكل نخدم على كبار الشركات الموجوده في العالم. اليوم سرحان الناصري يمثل شركات من دول الخليج على افريقيا، اليوم سرحان الناصري عنده شركه خاصه لاداره الاعمال والاستثمار، اليوم سرحان الناصري نائب رئيس جامعه اوستن يونيفرسيتي في سيليكون فالي في امريكا، واللي جايبين مشروع كبير لصفاقس عنده سنين معطل، مما يجعل من صفاقس قطب افريقي واقليمي للتعليم العالي. هذا نجمو نحكيوا عليه في البرامج بعدي. لقيت عده مستثمرين يحبوا يجيوا يخدموا في تونس، خاطر تونس تجلب المستثمر، لكن كيف يجي لهنا يلقى صد. شنو الصد؟ القوانين، البيروقراطية، الفساد، الرشوة، طلب الكوميسيون من أعلى هرم الأسفل الهرم، من الوزراء حتى للموظف اللي حبي صحح لك ورقة في البلدية. هذوما اللي لقاوهم العبيد، هذوما نلقى روحي نخدم في العديد من الدول، وتاريخي يعرف نمشي لغانا، نمشي لموريتانيا، نمشي لبوركينا فاسو، نمشي لكوديفوار، نمشي لجيبوتي، نمشي العديد من الدول الأفريقية اللي يلقاو فيها شنو يخدم. ولو انه فما العديد، فما زاد فساد راهو في افريقيا، لكن فما حلين مشاكل. احنا لهنا يجي ما يلقى الا المشكل، يلقى قانون جبايه، اكبر قانون جبايه موجود في العالم في تونس. يلقى بيروقراطيه مقيطه، يلقى كل حاجه يلزمه ليغاليزاسيون في البلديه وامشي صح. شنو قلنا؟ لقيت روحي نجم نخدم في اي بلاد، الا في تونس ما نجمش نجيب مستثمرين باش يخدموا. شنو الحل؟ انك نغيروا القوانين اللي تعطل في البلاد. وين نجم القوانين نبدلها؟ في مجلس نواب الشعب والمؤسسة التشريعية ووظيفة البرلمان الجاي اللي اليوم نسمع فيهم. ستتفرغ البرلمان؟ سأتفرغ للبرلمان، نعم. يعني وقتي لكل البرلمان؟ وقتي لكل البرلمان، وقتي لكل البرلمان بين تونس وصفاقس، ومكتبي مش يكون موجود في صفاقس كنائب. شرط هو ديجا باش تكون يلزم، وهذا يلزم أي نائب، وخاصة النواب اللي تابعين التحالف من أجل تونس. كل واحد ينجح في البرلمان يزمو يفتح مكتب ويخلي شكون يتواصل مع المواطنين في صفاقس، ومرة في الأسبوع يهبط ويمشي ويحاول كيفاش يحل المشاكل. خاطر راهو النايب دوره تشريعي لكن نجم يحل مشاكل، خاصة كي يبدا معاه كتلة كبيرة. احنا اليوم نخدموا على كتلة في البرلمان باش نجمو نشحوا مشاريعنا. واضح، نخدموا على كتلة ظاهر عندكم رؤية القدام، يعني فاهمين شنو تحبوا تعملوا. احنا اليوم عندنا 3 نواب في البرلمان تعديوا في الدور الأول، وعندنا 18 تعديوا للدور الثاني. وفما العديد من المترشحين الوطنيين اللي بداوا في يتكلموا على مترشحين للدور الثاني، فما اتصالات كبيرة في أغلب المناطق. فما من السياسيين شكون كلمك بعد ما تعديت للدور الثاني؟ فما شكون كلموني، فما اللي بارك لي وفما اللي كلمني باش نخدموا على معناها شكون مش يحطوا رئيس في المجلس. قلت له توكيت ولد نسميوها، ما احنا من السياسيين اللي على الاقل تعتبرهم انت من المدرسه القديمه، ولا من السياسيين لا 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 هذايا من الجيل الجديد، انسان وطني، لكن كل حاجه تاخذ وقتها. نتعداو للدور الثاني ثم نبداو نحكيو في المراحل القادمه. باهي، قبيل حكيت على نقطه مهمه واختيار ما حبيتش نتعداها في مخي. وزير بيئه طلب كوميسيون في يوم الايام، برشا وزراء، وزير بيئه، وزير تجاره، وزير بيئه، وزير تجاره، اي قالوا انا والله راني جا مستثمر، قالوا انا والله في لهنا في وزاره التجاره راتبي ما يكفينيش، معناتها انا راتبي ما يوصلش حتى 1000 دولار، اما اذا تحب نكون معاكم كونسلتون نجم نكون كونسلتون، وتو اللي حاجتكم بيه في البلاد نعملوه. باش نقول لك البلاد كانت ماشيه ببيعه وشريعه. لا ما نسميش ميسالش، هو يعرف روحه. على الاقل في اي فتره؟ 2017 فتره يوسف الشاهد، بعد 2016 يعني. اي نعم، فترة يوسف الشاهد اللي دمرت البلاد، اللي اليوم زاد حتى هو ماهوش في مكانه الطبيعي لانه قاعد لبرا. وين مكانه الطبيعي؟ يرجع لبلاده. برافو عليك، شفت الحس يرجع الوطن. لبلاده ونفرحوا به. اي وين مكانه الطبيعي؟ السجن. يوسف الشاهد زاد. اي نعم،
لأنه دمر البلاد. دمر البلاد. نزيدك رجل غنوش وين ما كانوا الطبيعي؟ مجلس؟ لا لا. وين؟ مؤسسة صحية. ما نسميها شنين مؤسسة صحية. لا. به. عبير موسى. شبيه. مكانها الطبيعي. في دارها. وتمارس الحياة السياسية. حقها ملا. حق. به. ملا. صديقك الأستاذ سيف الدين مخلوف. شبيه. وين مكانه؟ مش محكوم سيف الدين. وين مكانه الطبيعي؟ يا اخي مش محكوم هو. هيك تقابلته. ما عندكش برشا ملي قابلته. في الديوان. اي قابلته. كان محكوم راك سألته. لا هذاك مش نعطيه مشروع اخر. سيف الدين مخلوف مشيت لا بالحرقة. في عوض العباد تمشي ترمي رواحها في البحر. اي. تمشي للمطار وتكلم سيف الدين مخلوف تو يخرجوا. كي جماعة الاسديسات اللي يخدم عليهم هو. اغلى شوية. اغلى شويه كلامك راهو خطير سي سرحان الناصري كلامك خطير بصراحه اذا ما نتكلمش هكاك ما نكون سرحان الناصري وهذا يحتسب لك بصراحه شنو طموحك سرحان الناصري في قادم الايام نائب في البرلمان ممثل جهه صفاقس فخت نائب ولا عندك طموح اكبر من نائب نبداو بالنائب وبعد يسهل ربي نبداو بالنائب وبعد يسهل ربي العائله اللي فيهم الايام يقولوا لك يزينا من الحياه السياسيه كي راك تعديت للدور الثاني واقفين معايا مرتي وولادي كانوا معايا نهار الانتخابات ويتابعوا معايا و... ويحسبوا في الأصوات وعائلتي أمي وبابا أخواتي أصحابي ناسي أهلي برشا ناس درت وسمعت كلام الناس سمعت نعم. شفت تساورك وقت الحملة الانتخابية ما هبطش برشا رانيا يا ما هبطت شوية اللي جاوا مزيانين نعرف تختار جيت هذه ضحكتي بها هذه حاسس بالمواطنة في إطار الكوم أما ما بكيتش كيما برشا ما كليتش كسكروت كافتاجي ما وقفتش عملت مشوى هذوكم الكل لا لا ما نعملهمش هذوكم معناها اكثر شهاده اذا ما نتعلموش اذا ما نتعلموش من اخطاء الناس اللي سبقتنا ما نجموش ننجحوا اكثر شهاده سمعتها من المواطنين وجعتك روحت مريض به برشا كان انا سرحان ناصري يعني فقدت يمكن عندي اللي برشا برشا فما شكون فما حاجات فما شكون دخلت لديارهم والحل الاجتماعي صعيبه تلقى امراه ما تنجمش تدور وما عندهاش الامكانيات لل جرايه ولا مشيت الناس اساسيات الحياه اساسيات الحياه في عمر معين اللي المتقاعدين اليوم مضرورين برشا لكن اكثر حاجه مشيت لها وما تهبطش هذيك في الحمله وروحت منها مريض دار نشكر المشرفين عليها اللي لهين بالصغار فاقدي السند لبيبي اللي يتولدوا ويطيشوا روحت مريض ما نجمتش نكمل بعدها خاطر تشوف ولادك زادا تحس بيها وقت اللي يبدأوا عندك صغار ما بتدخل تشوف صغيرات وفي الفترة هذه فما القريب فما السخانة فما صغير كيتهزوا في حملتك ما تنجمش ما انت تخرج دخلت بحذاهم انا نخرج من البيت والبيبي يرجع يبكي تعاود ترجع له تهزو ولا يضحك تستنى شويه تعاود ترجعه في فرشه انت تخرج ويقوم يبكي وظروف تاع المركز هذا كيفاش كان ممتازه 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 ونشكر الناس المشرفين عليهم على الوقفه والخدمه طبعا على طيبتهم وحنيتهم عليهم وشفت برشا حاجات اللي توجع القلب سؤال أخير نأخذه به فاصل تبدل شوي اللوك سي سرحان الناصري الشعر كأنك حال أكثر شوي والله ما صبغت لا صبغت ولا زرعت نأخذه فاصل صغير ورجعين الدوامة مع محمد الخماسي يا فهم على الراديو مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الجزء الأخير من حوارنا لليوم مع ضيفي سيد سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس المترشح في الانتخابات التشريعية اللي وصل للدور الثاني لحد الآن واللي يطمح أنه يكون في المجلس إن شاء الله أول سؤال نبدأ به تودسويت في أليرت روج أليرت روج سي سرحان أنت تحب توصل للمجلس فقط من باب التشفي في الناس اللي حكموا في العشر سنوات الأخيرة أولا تكلمت على جمعية خيرية الصغار هي جمعية الرفيق بيه نوجه تحية, تحية كبيرة برافو عليك شنو نتشفى في شكون مش نتشفى في اللي كانوا في المجلس لا 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 لا
لا لا ما نشافهاش. علاش؟ انا قاضي، انا داخل المجلس باش نخدم. داخل المجلس فما قوانين لازمني نعديهم، داخل المجلس فما ناس عطاتني ثقه لازمني نوصل لهم صوتهم، ومش نوصل صوتهم وكاو خاطر فما شكون في البرلمان كان كل ما يبدا في جلسه يحط سيلفي يحط اللايف نتاعو وهاني وصلت صوت الجهه. انا ما حاشيش باش نكون هكا، انا نحب في عوض نعمل لايف نوصل الصوت هذاك نهبط له بريزولتا ويحس على ارض الواقع. باش نقول لك على التشافي، على خاطر حتى في برنامجك تذكر بالفشل اللي صار قبل وقت اللي تقول سنعمل على التصدي للوعود الكاذبه التي سئمها المواطنون وسنعمل على حل مشاكل المهاجرين الغير شرعيين الموجودين جنوب الصحراء. هذه من جمله البرنامج نتاعنا. اليوم اللي شفناه زاد من الحاجات انه فما خطر كبير على البلاد. فما شكون قبل سمسر بالامن نتاع البلاد وتعمل اتفاقيات في اوروبا انه تونس تكون الحاضنه والجدار العازل لاوروبا من المهاجرين الغير شرعيين. اليوم انا كي هبطت لصفاقس انت موجود ونمشي ساعات للبوسطه باش نشوف الافارقه اللي يجبدوا في الفلوس من برا. لا عنده ورقه، لا عنده هويه، ما عنده شيء. غدوه يعمل لك مصيبه في البلاد ولا اجرام ولا يغتصب صغير ولا يقوم بجريمه قتل حتى كي تلقى بصمته ما تنجمش تعرفه. ستعمل على ترحيل المهاجرين غير شرعيين. مش ترحيل. فمش كان ترحيل. تسويه الوضعيه. تسويه الوضعيه اللي يلزمه يرجع لبلاده، يرجع لبلاده. ولا لي سرحان الناصري من العلاقات على افريقيا ما يمكنني من ايجاد الحلول، لكن انا اليوم ما نجمش نتصرف. سرحان الناصري له من العلاقات، من العلاقات انه يدخل بين الدول. بالطبع في افريقيا نحكي، في افريقيا نعم. أي في افريقيا. اي سرحان اليوم قاعد نشوف انه فما تضخم شويه للاناء ولا ما كنتش تكشف هذا في الحوارات السابقه. لا انا كنت رئيس الكونفدرالية الإفريقية على شمال إفريقيا ونائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية للتيكواندو شرطة إفريقية، وكنت نعمل في مجلس إفريقي للأعمال، واليوم كل نشاطاتي في الدول الإفريقية وعندي من العلاقات ما يمكنني أولا من إيجاد حلول للمشكلة متاع المهاجرين الغير شرعيين، ثانيا لإيجاد حلول للاقتصاد التونسي والصناعيين التونسيين ومزدي الخدمات أنهم ينفتحوا على المجال الإفريقي اللي اليوم إفريقيا هي رحمة العالم. إفريقيا لما الدول الغربية الكل تطمح باش تدخل إفريقيا، تلوج على مدخل لإفريقيا. احنا في تونس ما احناش قنطرة، احنا في تونس دولة إفريقية. عندنا أولوية أنه علاقاتنا الإفريقية تكون موجودة. لا خليني في المشاكل. المشاكل هذه متاع المهاجرين الغير شرعيين نقطة مهمة، يزمك تلقى لهم حل قانوني. تسوية الوضعية كيفاش تكون؟ معناها الجنسية مثلا ما تعطيش الجنسية، الجنسية التونسية ما تتعطاش هكاك. الجنسية التونسية من أغلى الجنسيات في العالم بالنسبة لي، وبالنسبة لي مش أي واحد ينجم يكون تونسي. لكن فما أفارقة اليوم موجودين وقاعدين يخدموا. قاعدين يخدموا حتى ولو يخدم بطريقه غير شرعيه. حرق التونس، خليني حرق التونس، حرق التونس، حرق التونس وماشي منضبط ومحترم نفسه ويخدم بعرقه. تعمل له شهاده الاقامه نتاعو وتعمل له سجل اداري ونوليو نعرفوه وين يمشي وين يجي كما اي مواطن تونسي. اليوم اي مواطن تونسي كان يصير اي مشكله توجيبه من داره. الافريقي اللي موجود لهنا كما احنا عندنا اولادنا مشاو لايطاليا حرقوا ما عندهم حرقوا ومشى الغاديكا وخذوا اوراقهم. اللي قام بجرائم في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في الاتحاد الاوروبي ويلزمه يرجع لبلاده يرجعوه يرحلوه ويدخل الحبس هذاك لازم كيما نشوفوا روحنا نشوفوا غيرنا. اليوم فما افارقه تقوم في ولات الامن نتاع الناس في خطر. هذوكم مكانهم الطبيعي انهم يتسجنوا ولا يرحلوا، وانا السجون يزي ما فيها ديجا تو مش تزيد تتعبها هي وبداوا بشكون ومازالوا يزيدوا يعبيوا في الحبوسات. دونك انا الافارقه هذوما يرجعوا لبلادهم بطريقه قانونيه، واللي يخدم ومستكفي بروحه وتعمل له شهاده اقامته ويولي تحت انظار الامن التونسي. هذه من اهم النقاط اللي عندك. المتقاعدين يلزم هالقصاصات والتاكس والاقتطاعات والواحد بالمئة اللي عملوه لهم يوسف الشاهد يقطع لهم من الجرايه نتاعهم يلزمهم يقفوا. اليوم المتقاعدين هما كبار المواطنين. يلزموا يعيش معزز مكرم بعد ما عاد حياته كامله وهو يخدم. صناديق الدوله تقول صناديق الصناديق يلزم تصير مراجعه ووجود حلول بديله اما لتقويه الصناديق او حلول بديله للصناديق الاجتماعيه. لكن انت واحد عدى حياته وخرج للروتريت ويخدم في البلاد باش تكافيه، لو ما حتى باش يمشي ياخذ الجرايه نتاعو يتعذب العذاب الاكبر باش يمشي للبوسطه. يلزم حلول
وآليات إدارية بالقانون اللي توصلوا الجرائم تاعو وتوصلوا دواه علاش المواطن من الريتريتي اللي كمل معناتها اللي فات الستين علاش يتنقل بالفلوس في الوسيله العموميه. هذه فقط مشاريع قوانين تقع مشاريع قوانين وانا مش مترشح لشنو مترشح للبرلمان للمجلس اي مشاريع قوانين معناها تنجم انت تدخل بها هذوما كمشاريع قانون ما يتعداوش في المجلس يتعداو نهار اللي نحطوا حاجه على الطاوله لمصلحه البلاد يتعداو والبرلمان مش كيما قاعدين يحكيوا عليه ماهوش باش يطلع برلمان مشلك. في اي حاله سرحان الناصري نجم يستقيل مثلا من الحياه السياسيه وقت اللي ما عادش نجم نقدم الاضافه كيما حياتي المهنيه كيما حياتي السياسيه عديت في مراحل في حياتي خرجت مثلا من المسؤوليه خرجت في نعم اي بالطبيعه وقت اللي ما عادش نجم نقدم اضافه للهيكل اللي انا نخدم فيه قدمت استقالتي وخرجت باحترام مره واثنين وثلاثه. تحكي بكل ثقه سيد سرحان الناصري تحكي كأنك متمكن معناها انتخبوك عدد قليل برشا اللي شاركوا في الانتخابات ديجا اقل من مليون ذا هل انتخبنيش واحد 80,000 انتخبوك انتخبنيش واحد انتخبنيش واحد الثقة هذه من جيب انتخبنيش واحد منين جيب ثقتك من صدقي من قناعتي نعرف روحي انا حبا في تونس ما لا حبا في شكون معناها فما اليوم تحب تقنعني اللي فما سياسي 100% حبا في تونس انا اليوم نجم نخرج لاي دولة في اللي نخدم معاهم نلقى روحي عايش في بذخ انا نحب نعيش في تونس ونحب ولادي يتربيوا في تونس ويقراوا في تونس ويعيشوا في تونس وعلى هذا تحب تحسن الاوضاع في تونس بالطبيعه وسنحسن الاوضاع في تونس وحتى كي ما نجحش في البرلمان مش نقعد ديما نخدم انا رئيس حزب سياسي وعندنا نواب دخلوا البرلمان ونواب مش يدخلوا ونكملوا بنفس الحماس وبنفس الوطنيه اللي تربيت عليها واضح سرحان الناصري مازلت لحد الان مع مسار 25 ولا مسار 25 مازال متواصل انت معاه لازم ينجح بالطبيعه باه لازم ينجح تقول حتى كان ولو انقلاب فهو حلو المذاق ماكش مقاطع الانتخابات على عكس اغلب السياسيين اللي كانوا موجودين كيما اللي قاطعوا رشحوا باراشوكيت جديده بربي بعثوا لي حتى ناس اللي قاعدين يسمعوا ويتفاعلوا معايا قالوا لي شكون الاسم الثاني اللي باش يسميه وريتنا التصوير وما سميتنيش في سفاقس المدينه هما فما زوز في سفاقس المدينه فما سي برك الله وفما سي ناصر نجاح ايه ناصر نجاح ابعد من ابعد حاجه تنجم تكون ان يكون خوانجي باه دونك سي برك الله تبع حركه النهضه من المرشحين نتاع الخوانجيه اللي دازوهم ولا في دور الكرامه قلت كيف الباراشوك باراشوك واحد باراشوك قدامي واحد باراشوك تيلاني باه وين تجي الضربه يتكاو على الثاني توقف فيهم هذوما الكل قاطعوا كان عندهم موقف مثلا جوهر بن مبارك عم نجيب الشابي رفضوا انهم يترشحوا كافراد جوهر بن مبارك شكون؟ تعرف هذا الاستاذ جوهر بن مبارك قلت السياسيين ايه جوهر بن مبارك مو سياسي ماله شنو؟ سمسار احترام شويه يا سيدي انا احترمت قلت لك سمسار ما قلتش حاجه اخرى استاذ زاد راهو سمسار يعني باش نتعدى مش باش نقعدوا هكا تعطي في معناها انا نعطيك اسم وانت باش تقول فيه كلام لا لا ما نجمش نكمل حواري معاك هكا سي سرحان ما نكملوش نروحوا لا لا نكملوها ما نكملوا بطريقه فيها اكثر احترام انا جوهر بن مبارك ما قلتلكش ما قللتش من احترامه انا سميته بالتسميه اللي تليق به هو سمسار سمسار شنو؟ يا خويا انا سحبها كلمة سمسار خميس توا هكا باهي نتعدى هما مقاطعين على الأقل واضحين موقفهم واضح ايش عنده هو جوهر مبارك وش اليوم عنده هذوما اللي مقاطعين كان ترشحوا كنت نجم تطلع معاهم شكون؟ ما يترشحوش كان ترشحوا تطلع معاهم بالطبيعة نطلع معاهم فرق بين واحد يا خويا لا سمسار ولا خميس قشار شنو اللي يميزك عليهم؟ برشا حاجات أهمهم أنا إنسان وطني ما نخدم عند حد بتزيد على الوطنية تاع السيد احمد نجيب الشابي لا 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 السيد احمد نجيب الشابي انسان وطني لكن انا الفرق بيناتنا ان هو قبل انه يخدم عند حد عند شكون وانا ما قبلتش شنو خدمت عند حد لا لا نحكي تو في العمل السياسي بعد 25 جويلية سي احمد نجيب الشابي قبل انه يخدم عند الشيخ الشيخ رجل غنوش الشيخ ما عرضوش عليك انت ما هو العبد شكون يعرض عليه ما عرضوش عليك العبد يعرف روحه يقبل ولكن يجي العرض لا فما اتصالات صارت والباب مصدود من الاول شكون اتصل بيك برشا اي فما شكون اتصل حتى من حركه من مجلس الشورى اتصلوا حبوا يستقطبوك اي نعم سيد سرحان الناصري اي نعم كلمني قال لي انا نعرفك قلت حتى انا نعرفك اي واجي نقعد وحاطط التليفون وبارلور وبارامو يسمع في سيدو الشيخ ونقصوا شويه وعيب عليك والله اللي خرج معك تو في البلاتو في حاله واجي نقعد ونتفاهموا ونلقاو حل يا اخي جاوبته بجمله ما نجمش نعديها تو في الراديو ولا يقول لي الله يبارك فيك الله يبارك فيك وعلق التليفون خاطر هو يسمع في سيدو الشيخ يعني كان فما محاولة خاطر هو كان زاد معناتها منافق
كان فما محاولة شراء؟ ما نتشريش أنا، أنا لا نتشرى ولا نتباع، لا نتشرى ولا نتباع، لا بعد 25 قبل 25، فماش واحد قبل 25 وبعد 25. ما ولا نثبت. أنا سرحان ولد منجي الناصري، لا نتشرى لا نتباع، لا نتشرى لا نتباع، لا تشرى أبويا ولا تشرى جدي ولا تشري ولا نتشرى أنا. واضح. نكمل. ولا يتشرى أولادي ولا أخواتي. نكمل بها الجملة هذه سي سرحان. لا يتباع ولا يتشرى. سي سرحان الناصري. سرحان الناصري. مهما يكون العرف. قالوا فما شكون قالها. أي. قالوا اللي ما يتشراش بشوية فلوس يتشرى برشا فلوس. أي. لا شوية لا برشا فلوس. قالوا يفاوض حتى في العرض. في المفاوضات. أي. يفاوض قالوا العرض ما عجبوش. لا برشا فلوس ولا بشوية فلوس. سرحان الناصري ما يتباعش وما يتشراش. وما نعيشش من السياسة. ما نعيشش من السياسة. ما نعيشش من السياسة. الراتب اللي متاع النايب باش تتخلى عليه كان تطلع؟ انا مش نفتح به المقر متاع صفاقس. اي والمصاريف متاع مقر صفاقس. كهو كهو. واضح. سيد سرحان الناصري شكرا ليك. شكرا جزيلا على الدعوه. ديما الحوار معك ما يكونش هادي حتى طرف. مش اكثر منك انت. وهذا اللي يميزك سي سرحان الناصري. شكرا ليك. تحيه ليكم مستمعينا. هكا نكونوا وصلنا لنهايه. تحيه لكل من شارك في الانتخابات، ونتمنوا أن البقية يمشوا يكملوا يشاركوا في الانتخابات القادمة. شكرا. هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا. مبقى لي كان نقول لكم نهاركم أسعد الأيام. تقابلوا في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ويا مرحبا.